السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع، كل التقدير والاحترام إلى السادة المربين. إخواني الأعزاء، على حسب طلباتكم يعني كالعادة احنا ماذا بينا تكون لنا إفادة معكم في مجال تربية الطيور والارتقاء بمستوى المربي الجزائري. راح نتحدثوا على الأدي 3 بلس، يعني نتاع فارما بيرد إخواني، راهي خدمت به معظم المربين، جاب معها نتائج ممتازه، يعني ما شاء الله تبارك الله. اخواني طريقه التقديم راهي سهله جدا، يعني بالنسبه لبعض المربين اللي اتصلوا بي وسقساوني على طريقه التقديم راهو كلش موضح في العلبه اخواني. يعني بالنسبه للناس اللي ما فهمتش واش كاين في العلبه، رانا درنا لكم نسخ اخواني كما راكم تشوفوا، راهي مترجمه بالعربيه ان شاء الله يتحصل عليها جميع المربين في الجزائر بالمجان. يعني اخواني الاعزاء، من عهد وفى وعد الحر دين عليه، احنا وعدناكم ان شاء الله يعني نكونوا عند كلمتنا ونوصلوا لكم جميع المعلومات العلمية والدقيقة في مجال تربية الطيور. إخواني الطريقة راهي سهلة جدا، احنا هدرنا ماذا بينا نزيدو نفهموكم ونوضحو لكم. الأدي 3 بلس كيما راه موضح في العلبة نتاعو يقول لك تمدو يعني على مدار العام مرة في السمانة، تقدم 5 قطرات في مشربية ماء نتاع 50 ملليلتر، يعني سهلة هذه على مدار العام خطرة في السمانة. أما في مراحل أو في مواسم التزاوج واش نقدروا نقدموا؟ نقدروا نقدموا مدة 5 أيام متتالية بالطبيعة باش نروبوزيو يعني الجهاز الهضمي نتاع العصافير نتاعنا، الكبد، الكلى، يعني معظم الأعضاء الحيوية باش نروبوزيوها نمدوا يومين راحة ماء صافي ونعاودوا رابيل 5 جور، ومن بعد نزيدوا نمدوا يومين راحة ونعاودوا رابيل 5 جور، إن شاء الله تكون نتائج ممتازة. إخواني الأعزاء، الرقم نتاعي راهو متاح للجميع، اللي ما فهمش أي حاجة يتصل بيا، راني هنا رهن الإشارة وتحت أمر جميع المربين الجزائريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.